انا مش هاممني حياتي. انتوا بتعرفوا انه سعد الحريري بيضحي بحياته، انا اذا متت ما بهمني، بس انا بهمني البلد. رفيق الحريري مات كان همه البلد، سعد الحريري اذا صار له شيء مش مهم، هيكمل البلد، بس المهم انه البلد يدله بخير. انا مهمتي الاساسيه اني حاول احافظ على البلد من العقوبات العربيه من كل شيء، من هذه كل المره شيء.